بيكون الموضوع متعلق بانتقال الضوء خلال الوسط أو مجموعة من الأوساط، يبرز أنه قانون سنيلز باعتبار هو القانون اللي يفسر سلوك انتقال الضوء خلال وسط أو مجموعة من الأوساط. النقطة رقم واحد عندنا من النقاط الأساسية من فيزياء الضوء هي أولا أن الضوء ينتقل بخطوط مستقيمة خلال أي وسط اللي نوصفه بالـ uniform density. يعني لو كان عندي وسط منتظم، بمعنى أنه الوسط قلنا هذا هو عبارة عن أو خلي أسميه homogeneous، طالما احنا تناولنا موضوع الـ homogeneous medium، الضوء من خصائصه أو من صفاته أنه ينتقل بخطوط مستقيمة لكن خلال نفس الوسط. زين، سرعة الضوء أو سرعة انتقال الضوء خلال الوسط تعتمد عليه من على طبيعة الوسط اللي جاي ينتقل بيه. طيب خلي آخذ فرضا إنه لو كان عندي ضوء ساقط بوسط، وشنو علاقته لو كان عندي وسط مختلف؟ يعني خلي نفترض الأمور بهذا الشكل. راح أفترض إنه أنا هنا عندي هسه بهذا الشكل، عندي هذا خلينا نسميه ال واي اكس او اكس واي بوينت، خلينا نسميه بهذا الترتيب. عندي هذا نورمال عليهم، هذا راح اسميه نورمال لاين، نورمال. زين، وعندي هنا راح يكون انسيدنت لايت، خلي هذا وسطين، الوسط الاول والوسط الثاني، هذا راح اسميه بلرار ميديوم، وهذا راح يكون عندي دنسر ميديوم. يعني عندي وسط كثيف ووسط اقل كثافة. زين، بالتالي بنتكلم على وسطين مختلفين، بمعنى انه راح يكون هذا الى ريفراكشن اندكس، خلي نسميه ان 2، وهذا الى ريفراكشن اندكس ان 1. اوكي، اذا فبالتالي هسه عندي وسطين مختلفين لكل واحد له معامل انكسار مختلف. اذكرنا انه بالمقطع السابق اللي تناولنا بيه على تعريفنا او تفسيرنا للرفراكتيف اندكس، ذكرنا انه منه خصائصه او انه الرفراكتيف اندكس معامل انكسار الوسط هو وظيفته انه يحدد سرعه انتشار الضوء او الموجه خلاله. زين، خلي افترض انه هسه عندي انا انسيدنت لايت بزاويه، راح نسمي هذه النقطه اي، هذه نسميها او، هذا لايت ساقط، راح افترض انه هذا هو الانسيدنت، وزاوية السقوط مالته هي هذه راح اسميها ثيتا اي، زاوية السقوط. اذا سقط عندي لايت ضوء زين من وسط وسقط على وسط ثاني مختلف عندي هنا بالرفراكتيف اندكس، راح يصير عندي رفراكتيف لايت، راح يصير عندي عملية رفراكتيف الى انكسار بهذا الشكل. زين، فبالتالي هذه زاوية السقوط مالته، هذه راح تكون الى زاوية اللي هي تمثل زاوية الانكسار مالته ثيتا ار، خلي اسميها هذه، خلينا نسميها النقطة بي، وهذه هنا راح اسميه اللايت او الشعاع اللي منكسر. فشنو صار عندي هسه اللي هنا؟ انه اولا انا عندي وسطين مختلفين بمعاملات الانكسار، عندي اختلاف بالوسط. الاشعاع او الضوء الساقط طبعا هذا هنا شنو مثل هسه؟ هذا هنا عندي نورمال بيناتهم، نورمال على اليمين على الباوندري اللي يفصل ما بين الوسطين. اول نقطة عندي هسه هنا راح تكون عند، يعني خلينا نقول نميزها، انه سرعة الضوء راح تقل عند الانتقال من وسط نسميه خلينا نسميه اقل كثافة الى وسط كثيف، وتزداد بالعكس. زين، اول نقطة هسه، خلينا نفترض انه هذا هواء هسه اللي هنا انتقل، خلينا نقول انه من هواء معامل انكسار مالته واحد الى وسط ثاني، خلينا نفترض زجاج معامل انكسار مالته زجاج 1.5، بالتالي هذا وسط معامل انكسار مالته اقل من معامل انكسار الوسط الثاني. فبالتالي اولا سرعه الضوء بالهواء هي سرعه نفسها بالفراغ اللي هي 3 في 10 اس 8، فبالتالي سرعته راح تقل عند الانتقال من وسط معامل الانعكاس مالته من اقل الى اعلى، وبالعكس اذا انتقل عند الضوء هالمره انتقل من فرضا الزجاج الى الهواء، راح تكون سرعه الانتقال مالت الضوء انه بالهواء تكون هي اعلى من عنده بالزجاج. هذه واحد النقطه، الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه اللي عندنا انه التغير في سرعه الضوء عند الانتقال من وسط الى اخر راح يسبب لي الرفراكشن، يسبب لنا الانكسار. يعني السبب الاساسي للانكسار الرفراكشن اللي يعاني من عند اللايت او الويف الموجه اللي عندنا هو انه تغير في سرعه الضوء عند الانتقال من وسط الى وسط، وهو هذا راح يسبب لنا. زين، النقطه رقم ثلاثه انه زاويه السقوط الانسيدنت لا تساوي الرفلكشن، الرفراكشن اكو فرق ما بين انكسار وانعكاس، زاويه السقوط لا تساوي زاويه الانكسار الا بشرط واحد، وهسه راح نذكره انه راح يساوي تحت شرط واحد. هذا الشرط متى ما كان عندي انه
عندما يكون السقوط بشكل عمودي، إذا كان السقوط بشكل عمودي راح تكون الزاوية مالت السقوط تساوي زاوية الانكسار. زين، فهسه أول نقطة صار عندنا ناخذها من هذه خلينا نقول كملاحظة، وبعدين نكتب المعادلات. أول نقطة فيزيائيا السلوك هسه اللي هنا، أنا عندي الضوء أو الموجة انتقالها بالهواء يكون دائما هو، أو خلينا نقول خلينا نعممها، انتقالها في وسط إلى معامل انكسار أقل يكون أعلى مقارنة بانتقاله في وسط إلى معامل انكسار أعلى. زين، فبالتالي إذا كان هذا الوسط إلى معامل الانكسار هو الأقل، سرعة راح تكون أعلى من ما إنه لو كان هذا الوسط إلى معامل الانكسار الأعلى. زين، النقاط اللي ثبتناها سلي هنا وذكرناها اللي هي سرعة الضوء 2، زاوية السقوط لا تساوي زاوية الانكسار 3. الشرط اللي عندنا وذكرناه ان هنا فقط راح يساوي لو كان مثلا انه السقوط مالتي بشكل عمودي فرضا بهذا الشكل، حتى ولو كان اختلاف بالوسطين، يعني مثلا انه هذا هواء وهنا عندنا مثلا ماء، اذا كان السقوط عمودي راح تكون هنا زاوية السقوط تساوي زاوية الانكسار فقط عند هذا الشرط، بمعنى انه لو كان الزاوية مالت السقوط بشكل عمودي يعني ثيتا اي تساوي لي 90 وراح تكون مساوية ثيتا ار، تحت هذا الشرط فقط راح يساوي. زين، بعد النقطة الثانية اللي راح يساوي هذه واحد، النقطة الثانية يساوي بها انه اذا سقط الضوء مادي او الاشعاع بوسطين لهم نفس معامل الانكسار، يعني فرضا لو كان عندي هذه زاوية السقوط لوسط الى ان1، زين راح تكون هي نفسها، ما راح يصير عندي اي اختلاف بالاشعاع المنكسر. زين، اذا كان الوسط الثاني انتو مساوي الى مقدار قيمه الانوان، وهذا عندنا موجوده من المواد مثلا الجلاس الزجاج الى 1.5، وعندنا سايكلين الى مقداره 1.5، فالتالي راح يساوون. فبالتالي اذا انتقل الضوء من وسط الى وسط ثاني لهم اثنيناتهم معاملين انكسار نفسه، ما راح يكون عندي مشكله بزوايا السقوط والانكسار، راح تكون مساويه، راح تكون ثيتا اي تساوي لي ثيتا ار تحت هذول الشرطين فقط. زين، شنو المعادلات الرياضيه اللي واصفه، او ما هي قواعد او قوانين او قاعده سنيلز؟ القاعده اللي عندي انه هي ان نسميها زاوية ساين ثيتا اي الى ساين ثيتا ار تساوي كونستانت. القاعدة النسبة، العالم سنيلز القانون ما تنص بهذا الشكل، انه النسبة ما بين ساين زاوية السقوط الى ساين زاوية الانكسار هي مقدار ثابت. طيب هذا الثابت شو يساوي لي؟ هذا الكونستانت هو عبارة عن النسبة ما بين ان2 الى ان1، بمعنى انه نص القانون مالت سنيلز راح يكون بشكل التالي، انه ساين ثيتا اي الى ساين ثيتا ار راح تكون مساويه الى قيمه الان2 الى قيمه الان1، وتساوي لنا قيمه الفي1 الى قيمه الفي2. اذا هذا هو نص قانون سنيلز، هذا هو بخلاصه، يعني خلينا نقول انه حتى لا انه ندخل بالتفاصيل الفيزيائيه كمهندسين، احنا هذا التطبيق المهم بالنسبة لنا يهمنا، خاصة من نوصل لموضوع الأوبتيكال فايبر، لأنه راح ندخل بالتفاصيل كل شوية تعتمد على انتقال الضوء وكيفية انه الضوء ينتقل من نقطة إلى نقطة، وإذا كان عندي الأوبتيكال فايبر آلاف الكيلومترات فراح ندخل على موضوع السنيلز، إضافة إلى موضوع ثاني راح نناقشه بالمقطع القادم اللي هو التوتال ريفلكشن، التوتال انترنال ريفلكشن. إذا هسه خلي ألخص قانون سنيلز. قانون سنيلز هو القانون المتعلق ب انتقال الضوء خلال أوساط مختلفة بمعاملات انكسار مختلفة، وبالتالي يأثر على من على مقدار قيمة الرفلكشن والرفراكتف. زين، خلنا نأخذ مثالين هسه اللي هنا تطبيقه بشكل بسيطات على أنه تطبيق القوانين ذكرناه. القانون الأول أو المثال الأول، light enters from air to glass. عندنا ضوء دخل من الهواء إلى الجلاس، خلنا نفترض أنه عندنا قدح وهذا هنا الضوء جاي يعبر خلاله. Having a refraction index of the glass 1.5. What is the speed of the light in the glass? زين، خلي نفترض الأمور بالشكل التالي. أول نقطة تخليها في بالك الطالب أنه لازم يخليها، طالما أنه عندك ضوء جاي ينتقل من وسط إلى وسط، أول خطوة يتبادل لك القانون سنيلز، فتكتب القانون أنه القانون مالتنا هو N1 sin theta I انسدت تساوي ان2 ساين ثيتا ريفلكتيف. زين، بالنسبه لنا الوسط الاول هو هواء، معامل الانكسار للهواء هو واحد، زين لذلك ما ذكره بالسؤال على اعتبار هو معلوم. معامل الانكسار للوسط الثاني اللي هو زجاج 1.5 مطينيا. زين،
المطلوب هو بالسؤال هو رايد من عندي سرعه الضوء بالجلاس عند الانتقال من الهواء للجلاس. اوكي. فالقاعده اللي عندنا ذكرنا انه القانون مالتنا هو بهذا الشكل، انه ساين ثيتا اي الى ساين ثيتا ار يساوي لنا ان2 الى ان1 وتساوي في1 الى في2. طبعا الفي1 هي تمثل سرعه الضوء بالوسط الاول اللي هو بالسؤال مالتنا الهواء. فنقول بما انه الوسط مالتي هو الهواء، فاقول هسه الفي1 هي تمثل السبيد اوف لايت ان فاكيوم او ان اير بالهواء، نفس الكلام اللي هو 3 في 10 اس 8. الفي2 هو اللي مطلوب من عندي اللي رايدها. فاطبق القاعده من هذا المعادله، نقول اولا انه مقدار، بما انه مقدار قيمة الـ V1 الى قيمة الـ V2 تساوي مقدار قيمة الـ N2 الى قيمة الـ N1 بهذا الشكل، هذا يعني انه راح يكون N2 1.5 الى قيمة الـ N1 اللي هو معامل الانكسار بالهواء 1، يعني 1.5. فبالتالي V1 الى V2 تساوي لنا 1.5، او انه الـ V2 اللي هو سرعة الضوء بالزجاج راح تكون مساوية الى مقدار قيمة الـ V1 الى 1.5 واللي هي 3 في 10 أس 8 إلى 1.5، والنتيجة راح تكون عندي مقدار قيمة الـ V2 تساوي لي 2 في 10 أس 8 متر لكل سكت. زين، إذا انتبه هسه اللي هنا، هذا الضوء مالتنا انتقل من الهواء، هذه هواء، إلى الزجاج، يعني انتقل من وسط إلى معامل انكسار واحد اللي هو خلينا نسميه شفاف مقارنة بالجلاس اللي هو الى معامل انكسار الـ N2 مقداره 1.5. ذكرنا ملاحظة انه الهواء الضوء او الموجة تنتقل بشكل اسرع في الوسط اللي تكون الى معامل انكسار مالته اقل مقارنة بالوسط اللي معامل انكسار مالته اعلى. وهذا صار قد واضح هنا انه اولا سرعة انتقال الضوء بالهواء هي 3 في 10 اس 8، من انتقل الى الزجاج اللي معامل انكسار مالته 1.5 اعلى من 1 قل سرعة الانتقال، سرعة الانتقال بالنسبة له. خلينا ناخذ مثال ثاني. Light passes from air، ضوء مر من الهواء الى ground glass، نوع ثاني من الزجاج، هذا هنا راح يكون كراون، معطيني معامل الانكسار مالته 1.52. بالنسبة لهنا 1.5، هذه 1.52 لأنه اختلفت الخصائص بالنسبة له. وبزاوية مقدارها 55. What is the angle of the refraction؟ ما هي زاوية الانكسار؟ هنا راح أطبق قانون سنيرز مباشرة. نقول أنه بما أنه القانون مالتي أنه ساين، يعني N1 ساين ثيتا I تساوي قيمة الـ N2 ساين ثيتا R. زين، طبعا هنا شنو مطيني هو؟ معطيات السؤال، اولا مطيني N1 اللي هو باعتبار هواء، لذلك قلنا دائما نحفظها هذه N1. زين، مطيني بعد من المعطيات انه قيمة الـ N2 للوسط الثاني اللي هو الكراون جلاس مطيني اياها 1.52. بعد مطيني زاوية السقوط ثيتا اي اللي هي 55 درجة مطيني اياها. المطلوب من عندي زاوية الرفراكشن اللي هي ثيتا ار، فبالتالي راح اطبق القاعده مباشره اللي هنا، راح يكون عندي واحد، طبق القانون، واحد في ساين 55 تساوي 1.52 في ساين ثيتا ار. من هذه المعادله راح يكون عندي ساين ثيتا ار يساوي لي، هذا طبعا واحد ساين 55 طلعه بالحاسبه، يطلع عندي هذا الرقم في هذا الرقم يطلع عندنا 0.53 مقسوم على 1.52 راح يطلع كله هو 0.53، يعني هذه منها ساين ثيتا ار تحسبها بالحاسبة تطلع عندي 0.539. اذا من عنده ثيتا ار راح تكون هي عبارة عن ساين انفيرس لهذا الرقم اللي هو 0.539، وراح تطلع عندي زاوية الانكسار راح تكون مساوية الى 32.6. اذا هسه خلينا نلخص الامور. اولا ما يتعلق بقانون سنيرز، ناخذ الامور بالشكل التالي، انا عندي ضوء ينتقل من وسط الى وسط ثاني، عندي زاويه سقوط وعندي معامل انكسار، والوسط الثاني عندي زاويه انكسار وعندي معامل انكسار. زين، القاعده اللي عندنا اذا كان نفس الوسط وبشكل عمودي، العفو، اذا كان الوسط مختلف وبشكل عمودي راح تساوي الزاويات، او اذا كان وسطين مختلفين لكن لهم نفس معامل انكسار فبالتالي الزاويه راح تكون مساويه. هذه الحاله الوحيده اللي راح تكون بها شنو؟ انه زاويه السقوط تساوي زاويه الانكسار. نص القانون هو هذا، ساين ثيتا اي الى ساين ثيتا
ريفراكشن تساوي لنا ان2 الى ان1 وتساوي لنا في1 الى في2، سرعه الضوء بالوسط الاول، سرعه الضوء في الوسط الثاني او سرعه الموجه. زين، هذا هو ملخص قانون سنيلز.